سلام مالك كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، واهم شيء كيف ما دائما في لي فيديو ديال الجهاد هي الصحه ديالكم تكون بخير وعلى خير. على الناس اللي ما كيعرفوا الجهاد بيوتي نخليكم تعرفوا عليا من هذا المقتطف الصغير ونعاودوا نرجعوا نكملوا لا فيديو ديالنا. بالنسبه للناس اللي باغا تعرف هذه اليوميات ديالي او لا باغا تتبع لي المقتطفات ديالي ديال كل نهار، كنقول لكم دائما كنكون في انستغرام كنلوح لي فيديو زوينين، كنبارطاجي معكم اي حاجه كنلقاها بون بلون كنبارطاجيها معكم. انا نخلي لكم هنا في الشاشه سميتو جهاد بيوتي، ما عليكم غير تدخلوا تابوناو معايا، واي حاجه بغيتي تكتبوها لي كتبوها لي تما، كنكون دائما حاضره. دونك اليوم الفيديو شي شويه شيق غيكون زوين. هاد لو كان البنات نوريكم هاد الحمام كيفاش كان قبل غادي تخلعوا والله، لان انا فاش شريت الدار انا كيف ما كنقول لكم شريتها كلها فحال شريتها، انا شريتها دوزيام ما، يعني ماشي شريتها من عند واحد السيد، لان هي الثانيه شريتها، يعني هو ديجا استفد من الاول فاش كانت في الاصلاح ديالها وداكشي زوين. انا فاش جيت انا بحال قلت خديتها سمي فيني، يعني كلشي صوتو على دوقي نتوما عارفيني، انا لما كان شي حاجه مقاداها على دوقي ما كنفرحش لها. الوغ البنات اللي بغيت نبارطاجي معكم غنبارطاجي معكم جوج ديال لي سال دو بان، جوج ديال الحمامات. دونك هاد ثلاثه ديال الحمامات، واحد الحمام كان عجبني في واحد الريستورون وصورته لكم كيسطي، هذاك صورت لكم غير الزليج ديالو باش تستافدوا حتى هو من داك الزليج اللي عجبكم، وهنا غنصور لكم لي سال دو بان ديالي بجوج، ما عليكم غير تستافدوا منهم بالصحه والراحه. دونك هنا غنبدا معكم بهاد لا سال دو بان ديال لي زانيتي، فيها ما قل وما دل، وفريمون حاولت انني نقاد داكشي غير يعني اش غنقول لكم ديبانيت، ما شريتش شي حاجه غاليه بزاف، يعني في متناول الجميع. بالنسبه لك الا كتقلبي على شي حاجه رخيصه وبغيتيها تجيك انيقه اون فيت ماشي رخيصه بزاف، انا غنقول لكم اي حاجه غنقول لكم الثمن ديالها باش نتوما تمشيو تبازاو على حساب الجيب ديالكم. يلا خليكم معايا في الفيديو. اول حاجه غنبدا بها في هاد الحمام ديال الضيوف هي هاد الزليج. هذا البنات راه ولا اروع، رائع هاد الزليج. الوغ بالنسبه لهاد الزليج ما كيشدك لا وسخ، ما غتمحلي معاه ما غتبقاي تمسحيه، فريمون رائع بزاف هاد الزليج. شوفوا معايا انا كنقيس لكم باش تشوفوا الرطوبيه ديالو، لان انا كنت شفتو عند صاحبتي في الماط ديالو في الحرج ديالو ما زوينش فريمون، كيتضبب وكياخذ الوسخ. الوغ هذا لي ماشي بغيون، مي شوفوا معايا راه حتى هو كيبان مات، مي كاينه واحد لابغيونس فريمون ما كيشدش لك الوسخ. الثمن ديالو شريتو ب 85 درهم، ما شريتوش غالي بزاف، دونك شريتو المترو داير 85 درهم. راه كيتوفر في هذا اللون اللي فيه الغماج مرخم بالكري، غريف كلير مع الكري فونسي مع شويه دو نوار. انا علاش ما اختاريتش ندير لو بلون؟ لان لو بلون فايت ديجا مجرباه وعارفه ان خصك ضروري تحكيه، يعني خص كل نهار وانا فيه الوسواس خصو كل نهار يتحك. تخيلوا معايا ديجا مجرباه في داري قديمه، هادشي علاش انا اختاريت هاد اللون. اختاريتو فيه ان بو دو غماج غري فرونسي افيك ان بو دو كلير غري كلير. دونك هاد الزليج هذا مشيت به في هاد الواجهه كلها كيف ما كتشوفوا معايا، ولا اروع والله، زعما فريمون حتى الثمن ديالو راه مناسب للجميع، يعني تاع دا جيبك راه مزيان. انا بالنسبه للبنات هاد الحمام انا غير ديبانيس بهاد الشيء هذا اللي درت فيه، قلت اون اتوندون باغا ندير ليه كله رخام، يعني بغيت نضرب حيوط رخام ارضيه رخام. مي دابا كيف ما كتشوفوا هادشي اللي انا درت ليه يعني بواحد البودجي اللي هو قليل راه الحمد لله طلع زوين. ما مشيتش ما طلعتوش حتى السقف داكوغ، بحال قلتو حزمت به عند الباب ياك، وكملت الصباغه بالكري فونسي حتى هي جات زوينه.
دونك كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الزليج اللي انا اختاريت بوغ هاد لا سال دو بان. جا كيحمق يعني فريمون غادي يعجبك الا ركبتي. الا عندك اسباس صغر صغر من هكا فانا كنصحك ديري البيض اختي وضربي تمره ما عندك ما ديري. الوغ بالنسبه لهاد لي زاكسيسوار هادو هاد لي زاكسيسوار اللي متبعيني ديجا راه هاد لي زاكسيسوار كانوا في داري قديمه وهزيتهم معايا جبتهم هادو كنت خايلاهم من اسبانيا فريمون زوينين وما كيصديو وما حتى شي حاجه ما خسروش دونك الحمد لله هادو زوينين ما خسروا ما والو. هما وهادو هادو لي زاكسيسوار ديالهم هادي حتى هي هادو لي زاكسيسوار دي اون فيت هادو لي زاكسيسوار كاملين مع بعضياتهم جوست المرايا اللي كنت خديتها بوحدها ولكن واخا هكاك المرايا الا طولات عندك بزاف كيخصها تبدل لان المرايا من بعد كيبداو بحال كيبداو يديروا فيها نقاطي الماء ولا شي حاجه ابخي المرايا ما كتبقاش شاده لا كولور ديالها اللي كانت في الاول ديك لا بريونس توتال اللي كانت في الاول ما كتبقاش. دونك هنا خدمنا بواحد الروبيني ديال روكا هذا الروبيني هذا زوين حتى هو راه عندي ليه اش نقول لكم دابا راه عندي ليه تقدر تكون شي 10 سنين دابا داك الروبيني هزيتو معايا حتى هو جبتو وركبت في داري القديمه واحد اخر لان كما كتعرفوا في داري القديمه غتبقى غير الكره. هادشي علاش انا حيد داكشي زوين وركبت فيه داكشي حتى هي ركبت فيه داكشي زوين ولكن داكشي دو فالور هزيتو معايا. الوغ كيف ما كتشوفي معايا هنا خليت داك لافابو بيض وهذا معاه حتى هويا كيف ما كتشوفي حتى هو الوغ كيف ما كتشوفي معايا هذا لافابو هذا حتى هو حطيته تماك في البيض وفوق منه حاطه هذا حتى هو كنجمع فيه غير الصابون كنجمع فيه بابي جينيك الفاطي ديال الديوف كنجمعه فيه كيتحل من هنا حتى هو زوين البنات صراحه مايد بهاد هاد البلاكار زوين. وبالنسبه لهادي كنت خايداها من ايكيا الثمن ديالها راه ما غاليش بزاف البنات كيدير الثمن ديالها واقيلا شي دابا راه ولات غير ب 85 درهم وكتجمع كترجع المهم انت تقدري ترجعيها كيف ما بغيت ولكن ما كنتش خايده من هنا كنصيفطها لي اختي من ايكيا ديال فرنسا. كيف ما كتشوفي معايا حاطه هنا واحد الطويبله عاوتاني في هذيك السطيل ديالي كما كتشوفي معايا هنا حاطه واحد الطويبله دايره في هذا المحبقه هذه عاوتاني هذا السطيل ديال العرسي كان جا فيه الورد دونك دايره فيها عاوتاني بلونت محبق طبيعي وصافي. وانتم كيف ما كتشوفوا انا ليسونسييل هو انني كنت باغا نبارطاجي معكم هذا الزليج. دابا ندوزو للتريه اللي معلقه في الحمام هذو كيتباعوا في ايكيا دونك كيف ما شفتوا معايا انا تيلمون زعما هذا الحمام هذا بغيتو يكون هادئ وداكشي خليته في الكريفونسي بحالو فحال الزليج. دونك هاد الدوار هادي راه كتباع في ايكيا هادي ما كتحتاجو لا معلم لا والو البنات كتجيبو المعلم وكتحلو غير ما كتجيبو لا معلم لا والو باردون كتحتاجو لا معلم لا والو كتحلو ديك البوله وكتخشيوها عاد كتسدو عليها البوله صافي. وكيف ما كتشوفوا معايا الحيط مشى بالكريفونسي مع الزليج اللي جا زوين وهذا هو الحمام ديالي كيف ما كتشوفوا هاد صافي هادشي دبانيت به. المهم هانتوما شفتوا المقتطفات الناس اللي قالوا لي بارطاجي معنا لا سال دو بان انا بارطاجيت معكم لا سال دو بان ندوزو لا سال دو بان الثانيه وخليكم على لا سال دو بان ديال الريستورون حتى هي غتعجبكم فيها واحد الزليج كيسطي 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 ديال داك الريستورون خليكم ما تمشيو فيه. اذا الغزالات ديالي هنا كيف ما كتشوفوا كنبارطاجي معكم الحمام تاني كيف ما كتشوفوا معايا هذا الرخام اللي فيه رائع كيسطي البنات اون فيت هذا الزليج مرخم مات حتى هو كيتباع راه كاين عند صحاب الرخام الا مشيتو عندهم غتلقاوه داير 260 درهم دونك هذا داير 260 درهم داير 260 درهم هو الثمن ديالو للمترو. كاينين الرخيميه اللي كاينين عند مالين الرخام هما اللي كيجيو يبوزيو لكم هذا الرخام كيديروه دابا في الارضيه كيف ما كتعرفوا كيديروه في الحيوطه ما كيديروش غير في السقف. الوغ بالنسبه للناس اللي عندهم الميديتي فانا كنصحكم ان السقوفه ما تصبغوهمش بالكحل ما تصبغوهمش بالابيض حاولوا انكم تبعدوا من اللون الابيض لانه كيولي كحل كيولي خايب ما كتبقاش داك البيض كيتخلط مع النقوط الكحلين وما كيبقاش زوين. فانا كنصحك ديري الكري فونسي ولا ديري لو نوار
لان فريمون كيجي زوين و كيعطيك واحد الجماليه للحمام ديالك، وما كيبقاش يبان الحمام ديالك مسخ ولا مضبب بدوك النقاط كحلين ما كيجيوش زوينين. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، انا كنبارطاجي معكم دابا السقف راه كيف ما كتشوفوا دابا راه غري فونسي ودايرين هنا فيه غير لي سبوت. المهم كيف ما كتشوفوا معايا هذا لافابو ديالو، حتى هو يا داير بالرخام من جناب بالكري صافي، وروبيني بالكحال. هنا خرجنا بواحد الخرجه ديال 1 سنتيمتر باش دخلنا الميغواخ صافي. وانتم كيف ما كتشوفوا معايا هذا الكري فونسي داخل فيه شي شويه ديال الباش. هاد الحمام هو اللي سطاني كيف ما قلت لكم ديال الريستوران اللي مشيت تغديت فيه. انا حاولت انني نصور لكم لي ديتاي والجماليه ديال هاد لا سال دو بان هادي. كيف ما كتشوفوا هاد الزليج ما عرفتوش واش كيتباع صراحه في المغرب ولا لا، ولكن بالنسبه هاد الريستوران هذا هو تركي، دونك ما عرفتش واش هذا جايبينه معاهم من تركيا ولا كيتباع في المغرب، مي لي ديتاي ديالو رائع بزاف سطانيه البنات هاد الزليج هذا. راه كيف ما كتشوفوا معايا هنا داروا واحد الرخيمه بالنسبه للناس اللي عندهم لي سال دو بان كبار، حاولوا انكم ديروا واحد الرخامه اللي ما يكون فيها لا روبيني لا والو، لا بغيتوا ديروا فيها لا ديكو ميغال ديالكم. بالنسبه لهاد الحيط، بالنسبه لهاد الحيط كيف ما كتشوفوا معايا فهما دايرين فيه دي ميغواغ لي دايرين هابطين بواحد لو سوكل ديال الحديد، ودايرين ديك الضوايا ديال الضو من جناب، وكاينه او ميم طون هذيك الخصه ديال الماء اللي كتعطيك الماء. الو كيف ما كتشوفي معايا التواليت غادي بداك الزليج كله، كنأكد على هاد الزليج هذا راه رائع وكيجي رائع البنات، لا لقيتوه غير خدوه ما تردوش. واخا بحال دابا الا كان عندكم الحمام صغير تقدو تضربو به غير حيط واحد. عجبتكم لا فيديو ديالي اليوم ما تنساونيش من بارطاج وجيم تفعيل الجرس باش يوصلك الجديد ديال جهاد بيوتي، وما تنسايش تبارطاجيه مع الاهل والصحاب باش تعم الفائده للجميع، لما لا لكنتو كتستافدوا معايا. بسلام عليكم بنات.